طيب since now we have the basics of MATLAB, هلأ we can just take a brief intro to image processing. الـ image processing toolbox بنقدر نتعلمها باستخدام في أشياء بعض الأشياء الـ built-in functions, وهاي الـ image بنقدر نستخدمها عشان نتعلم. يعني مثلا هلأ I want to define an image. أول شيء إحنا درسنا الماتريسيز and that's important لأنه images are matrices. بس في addition of color, فإحنا عنا 3D matrix, يعني it's a 3D, images are in 3D, matrices are 2D. طيب هلأ I want to read an image. ممكن أنا يكون عندي image في ال works في الفولدر تبعي, أو ممكن ما يكون عندي image, فI can just use this default image built-in جوا الماتلاب. يعني خلينا نعمل clear عشان كل هذا يروح. Okay, workspace راح, بس هذا ما راح ال command window. So خلينا نعمل clear all. اوكي whatever. هلا خلينا اوكي clc. اوكي بنحط clc. I think it clears the command window. اوكي clc. اوكي طيب هلا احنا بدنا نعمل image 1. we want to define image 1 او im 1 whatever, image 1 بنسميها image 1 equals im read. هاي im read يعني read image, بعدين inside brackets بنحط الفايل نيم I am read file name. طبعا الفايل نيم لازم دائما يكون بين apostrophe. انا بدي الimage peppers dot png. اوكي اوكي نسيت احط السيمي كولون. لازم تحطوا السيمي كولون عشان ما يعمل لنا print لكل هاي الاشياء اللي احنا ما بتهمنا. هلا صار عندنا image 1. هلا لو لاحظتوا it's 384 times 512 times 3. times 3 means that it is 3 dimensional. لو انا حكيت size of image 1 راح يطلع لي 384 512 3. 3 is the third dimension. It represents the colors RGB, red, green and blue. طيب ف اوكي طيب هلا انا فلنفرض اوكي هاي image size of image 1. طيب بنقدر بدنا نشوف الايمج ايش بنعمل. نعمل figure طلع لنا هاي, بعدين نعمل im show يعني image show, بعدين نختار الايمج 1 اللي هي الفاريبل تبعنا اللي هو الفاريبل image 1. هاي هي الـ image. اوكي هاي هي الـ peppers. طيب خلينا نحكي انه انا ما عندي image. طبعا انا اصلا ما عندي هون image. بدي انا اعمل define لـ noisy image. noise بس خرابيش. فايش بعمل؟ استخدم الـ round n. بس بعمل image 2 equal round n. بعدين بختار نفس الـ size اللي هو size of image 1, بستخدم مثلا size of image 1, بس انا ما بدي الثالث, ما بدي third dimension, بديها تكون black and white. اوكي dimension حيكون عندنا 1 و 2. لا wait 2. اوكي اوف نسيت احط سيمي كولون. طيب هلا لو انا عملت اي ام شو وحطيت image 2 ايش تتوقعوا حيطلع لي؟ انا استخدمت الراندوم فانكشن, والراندوم فانكشن دائما بنحط 2 انبوتس صح السايز, فانا السايز فانكشن اصلا ترجع لي 3 انبوتس,
فأنا اخترت 2، لما أحط كوما 2 معناته أنا بختار 2 inputs، ف راند ان زي كأني أنا كتبت راند ان 384,512. I am show image 2 هيطلع لي هيك image خرابيش. طيب هلأ خلينا نسيف السايز هذا inside a variable، يعني مثلا image 1 size equals size of image 1. هلا image 1 size حتكون زي فيكتور فياته 3 ارقام. طيب خلينا نشوف السايز تبع image 2. size underscore او لا image 2 underscore size equals size of image 2. هيطلع لنا 512 512. اوكي انا استخدمت هاي غلط. 1 image 1 نستخدم نعمل brackets 1 and 2. I think it's square brackets. اوكي يعني هلا image 2 equals rand and size image 1 بدنا dimension 1 و dimension 2. بالاول لما انا حطيت 2 بس اعطاني 512 اللي هو dimension 2، انا بدي dimension 1 and dimension 2. اوكي هلا لو عملت I am show image 2 حنلاحظ انه image 2 is the same size as figure. طبعا هلا انا لما حطيت figure ما راحت figure 1 طلع لي figure 2. لو ما حطيت figure راح ما راح يطلع لي في اثنين صور، راح هذا راح يكنسل هاي. فانا راح اعمل I am show image 1. هاي لاني انا ما عملت فيجر 1 للاولى فيجر، فعشان هيك هاي فايدة الفيجر انه انا لو حطيت فيجر بعدين I am show image 1 بعدين فيجر I am show image 2، هلا بقدر اطلع اعمل display لصورتين في نفس الوقت عشان اقارنهم، وحتلاحظوا انهم نفس السايز بس الفرق انه هاي فيها الوان هاي ما فيها الوان، ما فيها ثيرد دايمنشن. طيب هلا خلصنا هاي، هلا بدنا نعمل السب بلوت، بدنا نعمل نفس البلوت الاثنين مره واحده. ايش بنسوي؟ بنستخدم سب بلوت بعد الفيجر. اوكي هلأ لو أنا استخدمت subplot 2-1-1 راح يعطيني 2 images، لا wait 2 rows 1 column image 1 2 rows 1 column image 2. فالsubplot هدول بيجوا مع بعض لأنه الأولى 1 يعني الخانة الأولى، 2 يعني الايمج 2. لازم احدد لما اجي اعمل اي ام شو لازم اكون عامله سبلوت هاي مكان الفيجر. خلينا نشوف اوكي هي عندنا 2 روز 1 كولوم هاي ايمج 1 وهاي ايمج 2 2 روز، فاحنا بنعمل سب بلوت نكتب 2 روز 1 كولوم image 1 هيطلع لي الخانة الأولى اللي فوق اللي هي هاي، بعدين بعمل I am show بتيجي هون. هلأ لو فرضنا بدنا نعملهم بالعرض ايش نعمل؟ 1 row 2 column
image 1 one row, two column, image 2. هاي صارت بالعرض. طيب هلا لو عملت CLF راح تروح الفيجر، راح تروح لما نعملها كلير وبنرجع من نعمل ديفاين للسب بلوت والاي ام شو ايمج بترجع تطلع الايمج، بس انا هلا عملت كلير وبقدر اعمل كلوز عشان اسكرها. طيب هلا خلصنا كيف نعمل سب بلوت. هلا 3 ايمجز هو نفس المبدا، 3 روز 1 كولوم ايمج 1، بعدين نختار اي ام شو. هون ضفنا شغله جديده انه ايمج 1 قلنا انها 3 دايمنشن، فاحنا بنقدر نختار اول يعني all the rows for all the rows, all the columns, but we choose dimension 1. Dimension 1 عبارة عن ال red component. Dimension 2 هنا لأنه ال image إحنا قلنا it is 384512 times 3، فعنا 1, 2 and 3 dimensions بالثيرد بثالث ثالث input indexing يعني. وهاي ال 3 هو ال blue component. ف you can just copy and paste this code ورح يطلع لكم subplot. طيب هلا لو انا بدي اخلي الصورة بس فيها الاحمر ايش بسوي؟ بعمل zeros ل dimension 2 and 3. يعني هلا في عندنا functions جديدة اسمها cat. لما انا يكون عندي 3 matrices كل واحدة 2D بهاي الحالة بقدر اعملهم concatenate مع بعض واخليهم 3D. اوكي فعندنا cat function اللي هي concatenation، بحط 3 اللي هي الدايمنشن تبعتي. يعني شوفوا هلا مثلا انا بعمل cat بفتح brackets هو لحاله بحكي لي هون بحط الدايمنشن. انا مثلا بدي 3D image يعني معها ألوان، كوما A اللي هي matrix 1. so أنا matrix 1 بدي إياها تكون عبارة عن ال red component تبع image 1، فبعمل image 1 بس ما بختار ما بحط image 1 كاملة، لا بحدد إني أنا بدي كل الروز كل الكولومز، لكن في ال third dimension أنا بس بدي أول واحد اللي هو الـ red component. طيب هلا الماتلاب ما حيفهم هاي كألوان، لما أنا أعطي هاي هلا 2D، لما أنا أحط أختار واحدة من الـ third dimension هو راح تصير 2D. 2D images have no color. طب أنا بدي أعملها 3D لازم أنا I have to define a second and third dimension to represent the blue and the green colors. بس أنا ما بدي أبين الكولرز بلو أند جرين، فإيش بعمل؟ بعمل زيروز، I define a zeros، بعمل نفس السايز اللي هي image size of image 1، بكتب image 1 size، بس أنا ما بدي كل الimage 1 size، بدي بس الرو والكولوم، فبحدد الانترفال كيف حددناها بالأول 1 and 2 صح؟ هيك بالبراكتس image size هيك عملنا صح. طيب بعدين ها هون احنا هون هلا حددنا ال second component اللي هو الجرين RGB. هلا بدنا نحدد ال third component اللي هو البلو، حيكون نفس الشيء بالضبط، يكون نفس الشيء بالضبط، هو ماتريكس ماتريكس عادية 2D ماتريكس. اوكي كيف حددنا السايز فوق؟ خليني اشوف.
size image 1 2 هاي بتعطينا الاثنين. اوكي مو ضروري هلا بنحط اوريدي عندنا variable اللي هي image 2 size، فانا بكتب image 2 underscore size وبعدين بنعمل اوكي نسيت اغير الاولى image 2 underscore size dimension of are not consistent. Image 1 size image 2 size اوكي image 2 size غلط. Image 2 underscore size equals size of image 1 بس نستخدم second and third. لا انا بدي first and second one and two first dimension and second dimension. اوكي هلا image 2 size فياته السايز اللي انا بدي اياه. هلا بقدر اعمل الconcatenation، طبعا we have to concatenate of same size يعني matrices، لانه image 1 حتكون عبارة، لأنه شلنا الثالث كومبوننت حتكون عبارة عن 384512. نسيت أحط السيمي كولون، حط السيمي كولون. هلا خلينا نعمل I am show. طبعا أنا I didn't save it in a variable الكات هادي، فا either بحطها على طول in I am show بحط كات كل هذا، أو بعمل image 3 equals نفس هذا الاشي كله. طيب هلأ بنعمل I am show show cat image 3 هلأ حتكون حمراء اوكي لانها احنا we defined it as a 3D image when concatenated 3 matrices so we have 3 images sorry 3D image which means the third component is the color هذا اللي بفهمه الماتلاب ولكن انا حطيت zeros للبلو اند جرين. طيب نفس الشيء بالضبط نقدر نعمله عشان نطلع بلو image او green image. يعني مثلا ممكن اعمل I am show cat 3 image 1 بس ايش بسوي؟ بختار كل الروز كل الكولومز لكن بختار السكند كومبوننت اللي هو الجرين بعدين I concatenate image 1 with image with a zeros a zeros matrix of size 384 and 512 and then for the لا اويت احنا هلا اثنين صح فاول اشي اول خانه it has to be a zeros zeros matrix zeros of size image 3 او image 2 whatever size of image 3 او image 2 او image 1 first and second dimension عندنا zeros بعدين أخذنا الإيمج في السكند كومبوننت بعدين الثالث كومبوننت حطيناه زيروز. هلأ حتطلع عنا ورق سوري نسيت براكتس حيطلع عنا ما فهمت اوكي سايز انا نسيت اكتب سايز سايز اوف ايمج 3 معلش
ما بعرف أنا size of image 3. آه أوكي size of image 3 components 1 and 2. أوكي هاي عندنا green matrix، قصدي sorry green image. هلا بدنا الأزرق، نعمل نفس الشيء blue image مثلا. I define blue image equals cat brackets 3 dimension. أول إشي اللي هو أول component الأحمر بدنا إياه zeros. zeros of size كم؟ size image 3 أو أي image منهم component 1 and 2. بعدين نعمل second component اللي هو الأخضر، برضو بدنا إياه zeros of size image 3 first second components. آخر dimension اللي هو البلو بدنا إياه يكون عبارة عن الimage 1 اللي هي البيبرز image 1، بس مش كلها لأن البيبرز فيها 3 components already، فأنا رح أختار الثيرد component لحاله عشان يكون عندي 2D number 3 هيك. بعدين نسكر البراكتس. أنا هيك سكرت البراكتس ولا زيادة هيك؟ أوكي brackets wait use parentheses. Okay, so I'm using parentheses cat. Okay هيك. لا مش هيك. كات بنفتح parentheses 3 zeros. اوكي هلا عرفت وين الغلطة. وين zeros image must be هاي size، نسيت احط size. size of image size of image 3 ونسينا السيمي كولون. طيب هلا بنعمل اي ام شو بلو ايمج، طلع عنا الزرقاء. هلا بدنا سب بلوت 3 ونحطهم الثلاثة مع بعض، ايش بنسوي؟ اول شيء وين عنا ال هاي كانت ال هاي كانت الخضرة فبنسميها green image green image equals برضو نسيت السيمي كولون. هلا بنشوف الحمراء. حمراء red underscore image equals cat 3 image 1 first component zeros zeros of size image 2. طيب سين السيميكولون. طيب هلا بدنا نعمل sub plot، بدنا نعملهم جنب بعض، فحيكون عنا 1 row، لا سوري 3 rows، حيكون عندنا 1 column، لا 1 row 3 columns، لا انا بديهم جنب بعض. بعدين بنحط image 1 تكون عبارة عن I am show red image. Okay. بعدين sub plot بس image 2 حتكون I am show green
image وبنعمل نفس الشيء جرون. انا مسميها جرون image، الله يسامحني، جرون image اللي هي green image. مفروض نعمل subplot، نختار 3 I am show blue image. هلا مفروض يطلع لنا هون. اوكي طيب، هلا بدنا نعمل spatial operations بس مش بهذا الفيديو.